ولنقاش ملف استهداف في مناطق حزام بغداد، لا سيما قضاء الطارمية. ينضم إلينا عبر الهاتف من سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية يحيى سنبل. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا بك وبمشاهد. سيد يحيى، أكدت مصادر صحفية أن الميليشيات تسعى لتطبيق نموذج جرف الصخر في منطقتي الطارمية والمشاهدة بإخلائهما من السكان بذريعة محاربة الإرهاب. لماذا تربط الميليشيات الموالية لإيران مناطق حزام بغداد بالإرهاب؟ منذ أكثر من سنتين لا تخفي الميليشيات نيتها بتهجير أهالي الطارمية والمشاهدة والاستيلاء على أراضيهم وبساتينهم وقطع أرزاقهم تحت حجة بيانات تصدر من جهات تتبنى عمليات التفجير والقتل خدمة للمشروع الفارسي الذي يسعى بالسيطرة المطلقة على العراق وربطه بالعجلة الاستيطانية الإيرانية وصولا إلى البحر الأبيض المتوسط ضمن مخطط مرسوم وصمت مطبق من كل الجهات الإقليمية والدولية بالرغم مما يهدد أمنها القومي من هذا المشروع. السيطرة على الطارمية بشكل كامل بعد السيطرة على جرف الصخر وربط الطارمية وصولا إلى سامراء بطريق سريع باتجاه الحدود الإيرانية وإحداث تغيير ديموغرافي كامل في هذه المنطقة وصولا إلى فتح طريق عبر محافظتي صلاح الدين والأنبار وصولا إلى سوريا ولبنان التي ترتع فيهما الميليشيات الإيرانية هناك. هذا هو المخطط المرسوم التي تسعى إيران إلى إحداثه في منطقة حزام بغداد بعد أن سيطرت أيضا على مناطق أخرى وصادرت أراضي كثيرة بحجة عاصمة إدارية في جنوب محافظة بغداد. لذلك المخطط الإيراني المرسوم ما زال تقوم به هذه الميليشيات ولكن لا نرى أي تحرك من أي جهات دولية تستنكر وتقف بوجه هذا المشروع الظالم تجاه أبناء شعبنا في هذه المناطق الذين يهجرون من مناطقهم ومن دورهم وتحرق بساتينهم أمامهم بعد أن قضوا فيها ما يقرب من مئات السنين. وفقا لصحيفة الشرق الأوسط فإن الهدف من هذا التحرك الميليشياوي في قضاء طارمية يأتي لتأمين نقل السلاح والعتاد من إيران لميليشيا الحشد بصورة مستمرة، ما مدى صحة ذلك؟ إيران تفتح الآن طريق في الخاصرة الهشة القريبة جدا من بغداد وهي التي تربط باتجاه محافظة ديالى بعد أن استطاعت أن تهجر أغلب العرب السنة من منطقة من محافظة ديالى ولم يتبقى في محافظة ديالى من العرب السنة إلا العدد النذير القليل بعد أن حرقت قراهم وجرفت وقد نجحت في هذا العمل في ديالى ونجحت في جرف الصخر بعد أن رأت لا وجود لأي منظمة أو قوة تقف بوجهها سواء كانت دولية أو إقليمية وإن أي موقف عراقي وطني تجاهها يوصم بالإرهاب وتقف إلى جانبها كل القوى الأخرى التي تدعي بأن الإرهاب قد حسب على العرب السنة دون غيرهم. لذلك نعم إن إيران تسعى من خلال فتح طريق ديالى وصولا إلى الطارمية وباتجاه سامراء وباتجاه جزيرة الأنبار ونينوى للوصول إلى سواء إلى ميليشياتها في سوريا ولبنان ولتعزيز موقف ميليشياتها داخل العراق بنقل هذه الأسلحة وتعزيز قدرتها على المواجهة إذا ما حدثت في فترات الله. بحسب العديد من تقارير المنظمات الدولية فإن الميليشيات تكثف نقاط سيطرتها في مناطق حزام بغداد لتغيير التركيبة السكانية، أين تقف الحكومة مما يحدث في مناطق حزام بغداد لا سيما في الطارمية؟ الحكومة هي نتاج هذه الميليشيات ومشروع الفساد الذي بنته إيران، لذلك لا يمكن للحكومة أن تتخذ أي موقف تجاه
ما يجري، بل إن الحكومة هي مشتركة وتغطي قانونيا على هذه الأعمال الإجرامية بحجة إن هذه الأراضي أو جزء منها كانت بعقود زراعية وقد انتهت. وللعلم فإن العقود الزراعية التي يجري عليها أكثر من 25 عاما يجب أن تعود إلى المواطن الذي قام بزرع هذه الأراضي والتشييد عليها، وليس مصادرتها أو إعادتها إلى الدولة. ما هي الإجراءات اللازم اتخاذها لتجنب تكرار سيناريو جرف الصخر في باقي مناطق حزام بغداد؟ ندعو نحن كل الخيرين سواء من أبناء عراقنا وعشائرنا والمنظمات الدولية للوقوف بحزم ضد هذا الخرق التي تقوم فيه إيران في وضح النهار، دون أن يكون هناك رادع لا من الحكومة ولا من قبل الجهات الأمنية أو الرسمية التي تدعي أنها تكون رسمية، ولو أن الشعب قد فقد الثقة بهذه الحكومة وبأدواتها، لأنها هي نتاج هذا المشروع الإيراني. بل إن أي مسؤول في هذه الدولة لا يمكن أن يجلس على الكرسي دون موافقة إيران ودون موافقة ميليشياتها. شكرا جزيلا لكم أمين سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية يحيى سنبل، حدثنا عبر الهاتف.